احنا بنعمل اجتماع الفصل بشكل دوري طول السنه، واجتماع الفصل انا بستفيد منه ان انا لو واجهت مشاكل في حياتي ان انا اقدر الاقي ليها حل واقدر اواجهها. انا عندي مشكله وحلتها. المشكله ان احنا لما نكون احنا زعلانين من بعض بنقعد نزعق وكده، فلازم احنا نمسك نفسنا ساعه الغضب. اجتماع الفصل في ذاته هو تنمية لجملة من المهارات لدى المتعلمين. يتعود الطلاب على القيادة، على الإدارة الذاتية، يتعود الطلاب على التفكير الناقد، فهم يرون المشكلة التي تحتاج إلى حل ويقترحون لها الحلول. صراحة الولاد بيستفيدوا منه جدا، وأنا لاحظت تغيير على مدار السنة. في آخر العام بقت المشكلات بسيطة جدا، كله بيساهم وبيتعاون في حل المشكلات. أكاديمية الأسرة من أجمل الحاجات اللي حصلت لي في حياتي وغيرت فيها كتير، خلتني بحترم مشاعر ولادي، بسمعهم باهتمام، بديهم من وقتي، وده خلاهم بيحكوا كل حاجة، بيتكلموا عن مشاعرهم. اتعلمنا في أكاديمية الأسرة إن ممكن نغير أولادنا بالتشجيع الإيجابي ونحقق بهم معجزات كتير. لما خدت الكورس وابتديت اطبق تكنيكس زي مثلا الاجتماع العائلي، زي مثلا ان انا اغير في الاسلوب بتاعي، ان انا استخدم التشجيع بدل المدح، الطريقه دي حسيت انها لمت الاسره مع بعض.